أصدقائي المشاهدين، مرة تانية ومرة تانية بنقول فرع جديد، نجاح جديد مع باراماونت. مبروك محمد. Thank you very much. عن جد thank you خالد. احنا المفروض ان نقول thank you لان محمد فقيه النهاردة زي ما بوعد الناس، وعد المشاهدين، وعد كل اللي عايشين مش بس في مسيساغا ولكن يمكن في الجي تي اي، ان كل سنة بيكون في جديد وجديد. تقدر تحكي لنا القصة بسرعة، احنا فين النهاردة؟ انت بباراماونت بتشير شوب. اي بزنس مان بيستعجل لحتى ياخد النجاح. هيدا النجاح الفكرة بترجع لمدامتي حنان، كزبون بملاحم اللي صارت بمسيساغا. في يوم اجت على البيت كانت كتير مضايقة من الاكسبيرينس مع اللحم، واجت وقالت لي الفراستريشن تبعيتها. بالتالي قلت لها انا اوكي، سو شو كانت المشكلة؟ بلشت تحكي لي القصة. نزلت عملت على الارض تبع باراماونت مسيساغا نهار سبت فوكس جروب ل 25 مدام، وسألتهم شو المشكلة مع البوتشر، اعطوني البوينتس تبعيتهم، ومن خلال هول البوينتس جمعنا حالنا وبلشنا نشتغل على باراماونت بوتشر شوب، اللي هو حبينا نعمله نجيب من مختلف البلاد العربية شفية وأفكار، مثل الشغلات المخلوطة اللي العالم، المرأة والست العربية والعائلة العربية بلبنان وبالأردن وبمصر وبكل بلاد العالم العربي بيتمتعوا فيها. الست العربية من مختلف أطيافها شو ما كانت، من أي بلد اللي كانت، بقلب كندا ومسيساغا ما عم تتمتع بهالشي، مع احترامي لك الأصحاب الملاحم والسوبر ماركت. بيسكلي في شيء كان ناقص، اللي هو نظافة لهاير ستاندرد بدون ما نأثر على السعر. السعر ما ضروري يعلى إذا الواحد نظف محله وعمل له ديكور وصار يبتسم للزبون. هيدا البليف تبع الباراماونت. كل حياتنا بنعمل بنحط 30-40 دولار، 1000 دولار تريا بمحل، بس السعر بيضله نفسه. So that doesn't make a difference. So basically هيدي هي كانت الفكرة. بلشنا نشتغل عليها ووصلنا لأستراليا ولإنجلترا ولسويسرا، وتفرجنا على ملاحم وجبنا صور للملاحم، ومن خلالها حاولنا نعمل يمكن شيء موازي. ما بدي شيء أقول شيء أحلى، أنا شهادتي مجروحة، بس أنا بعزم كل ست عربية تخاف على الحلال. نحن بنذبح بايدنا، نحن مشايخ البلد كلها موجوده معنا على الذبح. نحن بنعطيهم مش بس للحلال، مش بس للي بهمهم الحلال ولا اللي غير بهمهم الحلال. ما في شاب عندنا الا ما بيلبس جلوفز 24 اورز هو عم يشتغل. ما في شيء عندنا بيصير الا ذا فول تو ذا هايست ستاندرد اوف هايجين اند كلينس. محمد، بنتكلم عن الحلال، احنا لسه عملنا من شويه لقاء مع شيخنا من الف لام ميم وسالناه عن الحلال، وخاصه الحلال في باراماونت. اتكلم كلام جميل جدا عن الحلال، وانت بالنسبه لك من الناس اللي بيحافظوا جدا على هذه الصفه. الحلال بيعني ايضا النظافه، كيف تشير الى هذا؟ Well, انا اي دونت ثينك الحلال بيعني، إذا بدنا ناخذ بالجنرال، بيعني أي شيء إلا النظافة. بيعني النظافة، بيعني الهايجين، بيعني هو طريقة معينة لتصفية الحيوان اللي مذبوح من الدم عشان يصير أنظف للإنسان يقدر ياكله. بالتالي هاي الطريقة لكل اللي بيعتمدوها. وغير عن هيك نحن بنوصل لمراحل من البيكينس، ان احنا وير فيري بيكي لدرجة بنعرف وين بدنا نحط ادمز ابل، بنعرف كيف بدنا هاند سلاتر 100% without really compromising any of the standards of halal. محمد، احنا واقفين بقالنا فترة كبيرة من قبل ما الحفل يبتدي، ولم نلاحظ اي رائحة تميز اي محل من محلات البوتشر شوب. اللحظة اللي بدها تطلع ريحة بمحل اللحمة حسكره. هيدي بقول لك ان شاء الله ما يسكر ابدا. اللحظة اللي بتطلع ريحة، هيدا اتفاقي مع الشفية، قلت له مستعدين نحط up to million dollar بهذا الديل. Doesn't matter, we're opening a second butcher shop. It's going to be in West Mississauga very soon in this year, inshallah. And أي لحظة بفوتوا على محل بيراموت وبيطلع فيه ريحة، أنا أعمل لك إياها مستحيل يصير عندنا. ورا كل حيط في سيستم مركب من شركات ضخمة مثل إيكولاب ليأكدوا أنه عطول في disinfectation, hygiene, and the best smell around. Basically لما تفوت على المحل بتطلع ريحة قريبة لريحة الديتول أو الريسبتول الخفيفة بدون ما تأثر على الأكل. محمد، أنت بتحب الأرقام وإحنا كمان نحب نسمع الأرقام. تقدر تديني بريك داون من سنتين كم عدد الموظفين؟ السنة اللي فاتت كان كام؟ النهاردة وإحنا بنتكلم بقينا كام؟ We're over 282 employees today. I think by the end of this year we'll be around 350. زدنا تقريبا 20 موظف من لما آخر مرة شفتك أنا، و 70 موظف أو 80. أنا على طول بحب أقلل الأرقام عشان ما حدا يقول محمد غير. إن شاء الله كلنا كما في إنسان ما بيغلط، ممكن نغلط، بس الباتم لاين what we're proud of is مش بس الموظفين، كل موظف عنده ولدين لثلاثة. لما تشوفهم بتحس حالك مسؤول عن هولي، بتحس حالك proud إنه هون العالم
عايشين مورا شغل الناس اللي عم تتعب عنا. محمد فقي ما قاله جميلة على شغيلته ولا على الموظفين ولا على الشفية. It's a fair opportunity in Canada. We're part of the Canadian community. هني بيعطوا شغل great job بليهن أنا ما بسوى شيء وأنا معهم بعتبر حالي بي وبيحترموني. And that's all what it is about. نحن منحب كل موظف وكل عائلته. منتشكر كل ست قاعدة ببيتها عندها جوزها موظف ببيراموت أو ابنها موظف ببيراموت. محمد احنا حضرنا الافتتاح وتابعناه وكل سياسي وكل شخص وكل شخصية عم حضرت سواء من المير هيزل مكالين لكل وزير الهجرة لكل الأوفيشلز اللي حضروا قالوا في حقك كلام كبير جدا انت بتستحقه طبعا. صعب ان الناس بتتفق على شخص. انت ايه مدرستك بالضبط يا محمد؟ والله منا مدرستي انه انا ما بدي شيء من حدا، ما بدي شيء من اي انسان، بدي السبورت لتبع جالي، بدي جاليتنا اللي انا بحبهم يحبونا باك. نحن عم نوظف عالم، عم ندرب اولاد. القصة منا انه واحد شخص اذا وقف هي عم محمد فقي، القصة منا وقف علي شخصيا. صدقوني القصة about the whole community, about us showing the entire Canadian community انه we can do a halal, we can do a Middle Eastern butcher shop, we can do a Middle Eastern business, our staff, our management, كل شاب فينا جاي من لبنان، من سوريا، من فلسطين، من مصر، من كل بلد عربي، من الاردن، من العراق، كلياته جايبين بلادنا لهون وعم نخليهم يشكرونا عندهم ببلادهم اللي هي هلا بلادنا. وانا ما بعتبرها الا هيك. بتمنى كل الجالية توقف معنا ومع هالشباب مثل ما احنا بنحب نوقف معهم، لو كانوا مطاعم، لو كانوا ملاحم ضدنا. الله يوفقهم، الله يوفقهم كلياتهم. نحن ما بنفتح بزنس ضد حدا. انا بقول لهم اياها مره رابعه ومره خامسه، الله يوفق الكل والله يكبرنا كلنا كجالية عربيه بخلال الجالية الكنديه، لانه الكنديه بيستاهلوا والجالية العربيه بتستاهل. فاينل نوت محمد، احنا شفنا حاجات هي مش غريبه ولكن تحب توضحها للمشاهدين. باريس، اف يو بليز كان شو ذا اودينس What is this? And Mr. Fakih will tell us. This is a very antique piece of a slice that has been used for 1920. جبناها نحن سفرناها من أمريكا عبر شركة من أسترالية. ما في منها كتير قطع. It's very very unique to have something like this. This is a hand rotated one slicer. It's an antique piece. يعني هيدي شغلة العالم بتحطها ببيوتها، هاي شغلة بتحطها العالم بس بمحلات معينة اللي هي بيعتبروا very very high end. نحن high end بوجودنا بالجالية العربية، high end بوجودنا ودعمنا من الجالية العربية، من الجوامع، من الكنائس، من كل جامع ومن كل شيخ ومن كل كنيسة ومن كل خوري ومن كل مطران عندنا بالجالية. بنتشكر كل الجالية وبتشرف اني اقول لهم انه هيدي القطعة هي وحدة من اصل 14 موجودين اصلية. في كتير تقليدي بيشبهوهم بس وحدة منهم موجودة بمحل ابنهم لبناني جاي من بلد اسمه لبنان واجا لهون للجالية العربية. 14 قطعة فين محمد؟ ما والله ما بعرف، كل بلد في بالي والله يعني ما بعرف. في العالم؟ في العالم ان شاء الله. احنا بنتمنى لك كل خير. Thank you very much. Thank you very much.